وللمزيد حول إيران ينضم معنا المتخصص في الشأن الإيراني الأستاذ محمد المذحجي عبر الهاتف من لندن. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. بداية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت اليوم عثورها على آثار لمادة اليورانيوم المشع في أحد أو المشع عفوا في أحد المواقع الإيرانية، ماذا يعني ذلك؟ في البداية أحيي حضرتك والسادة المشاهدين الكرام. طبعا هذا التقرير جاء بعد تصعيد آخر في الملف الإيراني بالنسبة في علاقتها مع الصين وأيضا مع الولايات المتحدة، وهذا التقرير هو في الواقع تأكيدا على تقرير الذي رفعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أقل من عام إلى مجلس الأمن الدولي وأيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن المراكز السرية لتخطيب اليورانيوم والنشاط النووي العسكري الإيراني. وحينها قال نتنياهو أن عدد أو كم هذه الوثائق يتجاوز 2000 صفحة أو 2000 قرص سيدي يحتوي على معلومات سرية كشفت عنها إسرائيل لأول مرة. وهذا الملف هو في الواقع تصعيد جديد بعد الإعلان عن صفقة تاريخية بين إيران والصين تتجاوز 280 مليار دولار استثمارات صينية في قطاعات فرضت عليها الولايات المتحدة العقوبات والحظر، وأيضا زيارة مرتقبة لرئيس الأركان للقوات المسلحة الإيرانية للصين الأربعاء القادم الذي وصفته إيران بأنها زيارة للدفاع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي الواقع هذه المتغيرات تشير أن نار الصراع المشتعلة بين الولايات المتحدة والصين تنتقل تدريجيا وبشكل أكبر إلى داخل العمق. طيب ونعم طيب عفوا، يعني اكتشاف مادة اليورانيوم في أحد المواقع النووية الإيرانية، هل يعني أن إيران كانت بصدد صناعة سلاح نووي في وقت هنالك فتوى لخامنئي بتقول بتحريم صناعة سلاح نووي؟ طبعا هذه الفتوى أو تصريحات من هذا النوع هي ليست إلا جزءا من التقية أو التقية الإيرانية أو ما هو الكذب الإيراني وذر الرماد في العيون، لأنه محمد جواد لاريجاني وهو شقيق رئيسي البرلمان ومجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني قال أن إيران هي أم القرى الإسلامية حسب وصفه، وأم القرى الإسلامية تحتاج لقنبلة ذرية إسلامية، وأوضح أن نعم وقالوا له أن باكستان لديها قوة قنبلة ذرية وهي إسلامية، قال نحن نحتاج قنبلة ذرية شيعية. فالموضوع وموضوع القنبلة الذرية بالنسبة لإيران هو يعتبر جزء من مشروعها الإمبراطوري الذي تريد إعادته بغطاء شيعي حتى تسيطر على منطقة غرب آسيا لتقدم هذا المشروع لأوروبا والصين، وتكون إيران ومحورها المزعوم أي محور المقاومة المزعومة جسرا للتواصل بين الاقتصادين الكبيرين أوروبا والصين. طيب هذا الإعلان من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هل سيضع المجتمع الدولي المتردد أو الداعم لإيران في بوتقة واحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد مشروع إيران في المنطقة؟ يعني موقف الصين وموقف أوروبا هو محتوم داعم لإيران. نعم. لأنه الصين وأوروبا دون إيران لا يمكنهما البقاء في المشهد الإقليمي، لكنه هذا الإعلان يمهد الأرضية لتصعيد أكبر من قبل الولايات المتحدة ضد إيران. طيب بعد هذا الإعلان، هل يتوقع أن العقوبات الأمريكية على إيران ستخرج من صبغتها الأمريكية إلى الدولية لردعها عن طموحاتها النووية؟ يعني هناك يمكن أن تكون بعض المسايرات من قبل بعض الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة في هذا الجانب حتى ترغم إيران
بأن تتراجع عن التصعيد في ملفها النووي ولا تفسد الاتفاق النووي، لكنه بأن يمكن أن تفرض عقوبات على إيران دولية من قبل مجلس الأمن، هذا مستبعد جدا، لأنه في أدنى تقدير الصين ستستخدم حق النقض ضد هذه العقوبات إن لم تستخدمه فرنسا أو دول أخرى تدعم إيران في أوروبا. فالموضوع هو أكثر شيء يتعلق ب تجنيد، يعني الولايات المتحدة ستستخدم هذه التسريبات أو هذا الإعلان من قبل الوكالة الدولية لتجنيد عدد أكبر من الدول في موقفها ضد إيران. طيب ماذا عن الرد العسكري على طموحات إيران النووية وحتى ميليشياتها؟ هل يمكن أن تتوسع لهذا الحد مع رفض إيران الدائم وتمسكها بأنها لم تخرق الاتفاق النووي مع أوروبا؟ يعني قولا واحدا، حتى قبل الانتخابات الأمريكية القادمة لن نشهد ردا عسكريا أو تصعيدا عسكريا في المنطقة، لأنه سيفسد الانتخابات الأمريكية في غير صالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وإن كانت هناك مناوشات عسكرية مستقبلا ستكون من النوع الذي شهدناه خلال الفترات الماضية في استهداف من قبل طائرات مجهولة لقواعد للحشد الشعبي، قيل بأنها من قبل إسرائيل أو من قبل طائرات أمريكية مسيرة. فموضوع التصعيد العسكري غير وارد حتى نوفمبر 2020 القادم، أي الانتخابات الأمريكية. نعم، عبر الهاتف من لندن محمد المذحجي المتخصص في الشأن الإيراني كنت معنا، شكرا جزيلا لك.